عصيان وأحداث ضعت تفاصيلها بين الأضابير والرفوف وذاكرة المسنين ممن يرقبون الأحداث بأعين ساخرة ولا ينطقون. نستنطق أحداث الأمس بأعين جديدة ونسمع لما قدر لهم ألا يتكلموا يوما عما قدر لهم ألا يتكلموا أبدا. ولعل هذا هو ما بقي أو ما سيبقى من ذكرى مطربة. أربعون عاما مضت حبر موظفي الداخلية على دفتر نفوسها وأختامهم على صورتها ذكرى لا يطويها النسيان. في وثائقها المحفوظة حتى الآن أسئلة كثيرة. خط كاتب السجل رقم دفترها واسمها وتاريخ توقيعه أولا وثبت في محل إقامتها قهوة شكر. نقلب في صفحات الدفتر أكثر من 40 عاما وعشرات الأيادي مرت على هذه الخطوط والأوراق. ترك كاتب السجل نفيين على العلامات الفارقة والعاهات الجسمية وكتب بخط سريع متعثر أمام المهنة ربة بيت. كان هذا أول نفي لصوت شغفت به أسماع البغداديين قبل سنين. خط كلمة نعم أمام معرفتها القراءة والكتابة. وثائق التاريخ معلومات دفينة خلف الخطوط وبين طيات السجلات. ثبت كاتب السجل أمام رقم مسكنها والشارع 76-3 على 234. ترك وصفا للمحلة أو القرية قهوة شكر واللواء بغداد لكنه خلف مع العنوان الطابق الثالث. يثبت الطابق الثالث أنها كانت مؤجرة للدار لا مالكة. بلا يوم بلا شهر خط كاتب السجل عام 1924 تاريخا لولادتها وترك أوراقا كثيرة بلا كتابة أمام حوادثها المنقولة ودون كلمة باكر أمام حالتها الزوجية. خلف كاتب السجل أوراقا كثيرة أخرى فأضاع حقائق كثيرة إلى الأبد. يقول المولعون بالتاريخ حيث لا وثائق لا تاريخ، فكيف بسجلات تلاعبت بها أقلام ضمائر الموظفين؟ بدايات صيف عام 1924 الزفة الحي القديم في الكاظمية تشهد الخطوات المتعاقبة لعائلة فقيرة. قدور الطبخ والأواني على رأس العجوز وهي تسير بخطوات متعثرة نحو الحي. يتقدم العائلة شيخ كبير تركت الأيام والأمراض على ملامحه أكثر من أثر. حول العجوز 5 أطفال هم حصيلة الأيام، ولدان وثلاث بنات قدر لأصغرهن أن تكون على موعد مع الطرب والسياسيين. على هذا الشارع تركت إلى اليوم صدى لم تمحه الأيام. أزقة الكاظمية الضيقة والبيوت المتقاربة وحدها ترمق أحلام الصغيرة زهرة التي لما تتجاوز عتبة الدار. غرفتان وباحة هي الدار كلها. إحدى الغرفتين تستخدم للأكل والمنام والحمام أحيانا. سقف من أعمدة وسعف يضلل جدران الطين لكنه لم يكن يقي العائلة الفقيرة حر الصيف ولا مطر الشتاء. لقد قدر لهم أن يعيشوا فقراء. كانت زهرة تتوسط أمها وأختها في الليل على فراش الرجل استبقته الأيام لهذه العائلة. في صوتها حزن أبدي كشفته تعازي النساء. ماتت عجوز في الحي فناح
ألقت عليه زهرة مرة، حي بحلاوة صوتها، فظلت ضيفا مرغوبا في تعاز النساء. عشقت زهرة الغناء وهامت به وهي فتاة صغيرة، وقد حباها الله صوتا جميلا وحنجرة قوية اشتهرت بها يوم كانت تخشى حفلات الأعراس النسائية كهوية. وبغنائها العذب الطبيعي وصوتها الشجي أخذ الناس يدعونها زهور تحببا لها واعتزازا بها. نبحث عن شاهد على ما جرى بين الطرقات وخلف الأبواب المغلقة، ننقل خطواتنا إليه. عباس جميل في ذاكرته حتى الآن نغم الأغاني، ومن بين أوتار عوده تنساب ذكرياته عن المرأة التي طوع لها عوده وتكتم لسانه ذات يوم. بداية بزور الشام بدأت سنة 1936 كمطربة محلية خارج إطار الإذاعة، وكانت تحفظ الأغاني من المطربات القديمات أمثال شيرين أم مراد وزكية جورج وصديق الملاك. وعندما أصبحت في مستوى جيد للغناء العربي والعراقي بشكل خاص بدأت تدرس أصول الغناء العراقي على أيادي بعض الفنانين العراقيين منهم الأستاذ حسن كلوكي ومنهم الريفي كان داخل حسن. أما الملحنين في تلك الفترة فما كانت لهم الفرصة الكاملة حتى يهيئوا لها لحن مناسب وتقدم من دار الإذاعة الداخلية. أحاديث ولاة العثمانيين تتردد في جنبات الحي القديم بالمقاهي والأزقة وجلسات النساء، حيث كانت الصغيرة تردد بخجل ولأول مرة Thank you.
قرأت كتاب بتعريف كتاب مغنيات بغداد، رحت استقصي حياة المغنيات والمطربات، حيث اتصلت بعدد كبير من الذين عاصروا الفنانة الكبيرة زهور حسين. ومن هؤلاء الفنانين الكبار أستاذ عباس جميل الذي رافقها كملحن، ونزحت إلى بغداد حيث سكنت مدينة الكاظمية، وعرفت بالأوساط الشعبية في بادئ الأمر، حيث لم تكن في بادئ الأمر مطربة، وإنما كانت تغني في المناسبات الخاصة. وحينما عرفها الوسط الفني جذبتها أضواء الإذاعة، وتعرفت على عدد من الفنانين والقراء آنذاك، حيث كان رشيد القندرشي وعدد كبير من العازفين الكبار الذين تمكنوا من معرفة حجم صوتها. وكانت في بادئ الأمر تقلد، وكانت تجيب مقام الدشت إجابة تامة، وكانت تبدأ بالغناء بالمقام ثم تدخل الأغنية. وزهور تخللت حياتها مغامرات عديدة، حيث كانت يعني مغامرة من الدرجة الأولى، وكانت لها علاقات كثيرة، علاقات فنية وعلاقات اجتماعية، وكثيرا ما دخلت في إشكالات معينة مع عدد من الشخصيات، إلا أنها كانت في طيبتها تخرج سالمة من الإشكالات اللي كانت تحدث في حياتها. بدأت عاز النساء تستهويها، كان صوتها الشجي يطرب مسامع أهل الحي، نسوة الحي القديم يتذكرنها في التعازي في حفلات الأعراس، بينها وبين الشهرة خيط رفيع أن تترك التعازي إلى الغناء. عالمان على طرفي نقيض، الأغبية السوداء وأنين الموت والغناء وملاهي بغداد. لها هنا وهي تحزم حقائبها عائدة إلى بغداد
في سنة 1949 احتلت المكان الأولى في الغناء العراقي، وبدت تحفظ الشعر العربي في المقامات العراقية البغدادية دائما ترتكز على الغناء الفصيح باللغة العربية، وكانت تحفظ وكانت تسأل وكانت تراقب وكانت تتأكد من كل كلمة تنقلها من دار الإذاعة اللاسلكية على تقريبا. عندما ظهر زهر حسين تقريبا أكثر المطربات اللي كانوا موجودة في تلك الفترة كانوا أخذوا موقف من زهر حسين بقوتها ولنجاحها الكبير، وطبعا أسماء منها فتوا الغناء ومنهم من رحلوا، وأسماء تقريبا 75% من المطربات الموجودات في تلك الفترة. وللمعلوم أن تلك الفترة كان عدد المطربات في دار الإذاعة اللاسلكية العراقية أكثر من عدد المطربين، فكانت القضية شديدة المنافسة بين صفوف المطربات عنها. طبعا مع عدم ذكر الأسماء، الأسماء الفنانين كلهم قدموا وتعبوا وكل واحد عنده لون كان وكل واحد عنده أسلوب كان، إذا كان مطرب أو مطربة كان يملك خطا يسير عليه، ولا أكو مطربة كانت تقلد مطربة، وكان عيب من العيوب المطربة تغني أغنية لمطربة، عكس ما نجد اليوم أنه بدينا نقلد المطربات القديمات، وهذا طبعا أصبح ضروري في الوقت الحاضر لأنه التراث اللي تغنى بالخمسينات قبل الخمسينات تعتبر القاعدة الفنية للغناء العراقي الأصيل، ولذلك وجوب أصبح على كل فنان أو فنان جديد أن يمارس الغناء الذي سبق الفترة الزمنية الحاضرة بخمسين عاما. المطرب زهر حسين صوت يمتاز بالدقة في التعبير وفي الأداء الجيد، مخارج حروفها أثناء الغناء جيدة، وهناك ميزة تمتاز بها المطربة زهور حسين في صوتها طبعا، وهي ما تدعى بالعامية بالبحة، حيث أن البحة الموجودة في صوتها أضافت إلى أدائها نوعا من الجمالية والعفوية السليمة والبغدادية. بداية صيف عام 1938
كانت لافتة صغيرة على جدار ملهى الجواهري تعلن أن زهورا ستغني على مسرحه بدءا بتلك الليلة. مضت بداية الليل وهي تصدح بصوتها الحزين، إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. على مرقوبة من المسرح في طاولة معزولة تلفها شبه ظلمة يرمقها الشقاوة، أحمد أبو النقط كان يجلس وحده محاطا بسطوة القوة وذكريات القتل. كان وجهه جميلا لكن السكاكين غيرت صياغته ذات يوم. على منضدته القنان والكؤوس الفارغة وبقايا أعقاب السجائر. كان هذا لقاءها الأول مع أبو النقط. وفي ليلة باردة قرعته الكأس وشرب في خلوة وهدوء وسكون، ومنذ ذلك اليوم تقاضت أجورا عن غنائها. بدأ صوتها يثير مطربات بغداد، دعتها منيرة الهوزوز لزيارتها فوجدت في دارها أجواء الطرب التي تحب. كان تردد الشعراء والملحنين على دار منيرة يقدم لها مشاريع أغاني جديدة ويبحمها في عالم جديد دخلته بدهشة وخلق. شاهد من تلك الأيام ما زال يتذكر. وفترة طويلة كانت إنسان الله يرحمها عين شبعانة مطربة جيدة من كل شيء الله يرحمها. انتقلت إلى ملهى شهرزاد بداية عام 1939. كانت بناية الملهى المطلة على شارع فرعي في شارع أبي نواس تستقبل كل ليلة بضعة من شقاوات بغداد مع أبو النقط. تركت بوحة الحزن في صوتها أكثر من أثر على مجالس خوشية بغداد. عالم الشقاوات مغلق تغلبه القسوة والصرامة وبقايا حكايات عن قتلة ومقتولين. مع دخان النرجيلات تتسرب كل ليلة في المقاهي أحاديث السرقات وحكايات المقتولين.
بامبلي بخطوات متانية، كان يطلبها من بعيد بعينين ملؤهما الإعجاب. بدت في وسط الظلمة تحيط بها الأضواء والأصوات أشبه بالأميرة، جسمها النحيف وصوتها حزين، وذكريات بعيدة عن الفقر والشقاوات تحيط بها. كان قبرها على موعد مع ابن البامبلي. ما زال في المكان صدى حتى اليوم. مرت عليه الأيام تترى، تركت عقب السنين والأحداث أكثر من أثر، لكن الأشياء ما زالت حية حتى الآن، كأن يد الزمان لم تمر هنا. ما زال ذوي الطبول وضجيج الشقاوات وحركة الكومبات، وفي وسط البناء ما زال صدى الأغاني. Thank you.
بين الملحن وبين المطرب وبين الشاعر وبين المطرب، كما شاهدته في مسلسل كلثوم. كلثوم احمد رامي حب احمد القصيد في حب السياسيين يحبوه. هل هذا دليل على ان عباس زين يحب الرسول؟ لا، انا حبيت زهر الرسول، حبيته لانه مطربتي مفضله وانا ملحنها المفضل، فالحب مما يبدا. مدارك فكرة ارتباط زواج بينك وبين؟ لا ما اعتقد، انا من بجوز لحن زهر الرسول كنت متزوج عندي اولاد. ان شاء الله يسمح لك باربعه. لا، وانا من النوع اللي يعني اللي ما احب اكون عايش مع خلاف دائم، لان الزواج نسوان اثنين في وقت واحد يعيش متعب ومرهق وما تتفرغ صعوبة من يكون فنان مطلقا. هو اساسا الزواج ما يصلح للفنان، معلومه كل فنان، لكن احنا تزوجناه بلا. بس استاذ حديثك عنها الان مليء بالشذوذ والألم. اي طبعا، مو حديث ملحن لحن لمطربه بشكل عادي، يعني حديث في شيء من الرخاء، في شيء من وهد المشاعر. هذا يدل على ان عقب كانت عندك مشاعر تجاهها، فهل كانت لك هي نفس المشاعر؟ والله بالنسبه للفنان الكبير الراحل زهور حسين اكو عوامل كثيره. اولا الفتره الزمنيه الطويله اللي عشناها زهور، هذه جعلت من عندنا احنا اثنيناتنا واحد صرنا في التصرف في العلم في الكلام اليومي في الذوق، حتى اصبح متشابه. يعني عندما ابدا بلحن اعرف انه هي دخل اللحن عندها باسرع وقت واسمع كلمه هذه قضيه تولد الحب، الحب الفاعل الحقيقي يعني. ثانيا زهور حسين كانت حريصة على ما تملكه من الجمال، يعني مو من مجرد أن واحد يقول أنت حلوة وتضحك كما يحلى لبعض النساء، لا، زهور حسين لا، تدرس الكلمة اللي تصدر من الشخص وتعرف أنها صادقة أم لا، أم أمانية. ثالثا زهور حسين ماتت شابة جميلة، كان عمرها 40 سنة، شابة في أشد القوة الصوتية الجسمانية، وكانت رياضية وتتحدى الظروف دائما. فزهور حسين يعني اكو جوانب عديدة بها تجبرة ان تميلها، حتى اذا مو تميلها لغرض انها جميلة او غيرها او توفر بها مسحات الجمال العليا او غيرها او الصوت، لا، اذا منها تشوفها كإنسانة متكاملة بسيطة لطيفة حنينة. اي بس استاذ اكو ميل عن ميل. نعم. اكو ميل هو حب الحقيقة مو ميل. يعني ما اعتقد ملحن كبير مثلك يعني يتكلم عن فنانة رحلت قبل حوالي 30 عام او اكثر من 30 عام مثل هالحسرة، يعني يبدو لي على ما يبدو لي ما كانت العلاقة بيناتكم علاقة ملحن مثلك، وانما كانت علاقة يعني شبه الاحترام والمشاعر والنوع هذا. لا والله انا اللي حسيت فيه انه بعد وفاة زهور حسين تقلد في كنز كتاب ملكان الله يرحمها، يعني ضيعت علي حوالي اكثر من 20 لحن كان المفروض هي تغني، وكان المفروض اليوم زهور حسين لو كانت طيبة اليوم هي سيدة الغناء. والله
يتردد على الإذاعة ويجلس في غرفة خاصة يستمع للغناء وأحيانا يتدخل في أداء المطربين. كان مولعا بالمرحلة، ومثل هذه الغرفة كانت لابنه صباح في مرهى ليالي الصباح. أشار بيديه إليها من بعيد، باب حديدي وسقف واطئ، ذكريات استبقتها الأيام شاهدا لا يقبل التأويل. على هذا الممر كان صباح يسير كل ليلة. في الغرفة بقايا ذكريات السطوة والعبث وقرع الكؤوس والمشاجرات، بينهما شباك وهو يستمع إليها حتى الصباح، صوتها من على المسرح يمسل إليه رويدا رويدا. كان ليل كانون صاخبا على غير عادته، بقايا أنفار المساء يستقبلها الصباح وهي تستقبل سيارة إلى بيتها الخليم في الكاظمين. على منعطفات أزقة الحي الخليم تودعنا سب بها الدموع يقض مضجعها كل ليلة. ومع الصباح كانت تحتسي الشاي مع الشعراء وتبحث عن كلمات تغنيها لفراق أمها. كلفة الشاعر جبور النجار والشاعر سيف الدين ولائي عن كتابة أغنية تخص فراق والدتها، كانت ميتة جديد، كلفتني تريد أغنية موضوعها على فراق أمها، بس ينهم كتبولها. لكن كلمات النجار غريبة من بعد عين شي أمها هزتها فقررت غناءها. غريبة من بعد عين شي أمها هزتها مطلوب من قدر ملحى ولها ما انضمت يعني الديوانية والمنضمت
جبال جنبت السيارة بيهم، صار حادث، أختها ماتت، رجل أختها وياها، رجل أختها وياها. أمام ملهى ليالي الصفا وقفت في المرة الأخيرة، كانت عيناها ترنوان إلى الملهى والشارع والجسر. شاء القدر ألا تراهما بعد ذلك اليوم. تحركت السيارة ببطء، وحين استدارت مكنتها التفاتة من أن ترى لافتة الملهى. صورتها ملصقة على الباب وإعلان صغير لرواده عنها. هذا ما بقي منها. كانت ظهيرة اثنين، أزيز السيارة والشارع وهي ثلاثة، يلفهم صمت رهيب وترمقهم عين الموت. تسع ليال وهم يرون المضربة التي شغفت بها مسامعهم تموت شيئا فشيئا. عيناها مغمضتان واللفافات على رأسها وهمس الأطباء عنها. تسع ليال ورضهة المستشفى أمس الفراش للموت. مستمعوها أضحوا مراجعين. صدى الأغاني معها هناك في الغرفة حيث الموت يخطو إليها بخطواتها الرهيبة. عيناها ثقيلتان، تنهدات عائلتها تحيط بها. لقد حل صمت الموت محل ضجيج الملاهي. ملهاها الرابض على جانب دجلة وتنافس المطربات، صخب الشقاوات، صباح نور السعيد، ليل بغداد، وحكايات الفقر في أزقة الكاظمية، كلها ترافقها في رحلتها الأبدية. رحلت لكن صوتها يأبى الرحيل حتى الآن. تأخذ زوجها
يشرب السكر واختطفتها وياه وابنها صغير. وعندما وصلوا لان ما فرقت الطرق بين الحله والطريق اللي يؤدي الى الديوانيه جايين بيعبرون من الشارع بيعبرون بياخذون من بنت على شارع ناطي ويقولون هذا الموضوع. قلت له شلون صارت هاي؟ قالت اختك الكبيره بالعدل ماتت وصابت فلوس طويله المرحوم بقت بنتي ولا بنتي ماتت. لم تسترق المعلومات والمصادر والأحاديث عن علاقتها بصباح الدمبلي. قال بعضهم إنها عشيقته وشكك كثيرون بزواجه منها. طبعا الدمبلي لا عشيقة، لكن الحقيقة ضاعت تفاصيلها اليوم حين أحجم من استبقته الأيام عن الحديث. لم تجبنا المصادر عن أسباب سجنه ولا قرارها المفاجئ بزيارته، لكن أحاديث قيلت هنا وهناك عن حجزه لسجنه في الديوانية للحلة. فهل سافر لتمنع أموالها من المصادرة آنذاك؟ لم يفسر أحد كيف انقلبت سيارة في قياسات الخمسينات لا تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا، ولا كيف قتل من كان فيها. اختلاف المصادر بشأن الطريقة التي ماتت بها يبعث على الشك. قال بعضهم إن سيارة أخرى صدمت سيارتها، وأشار آخرون إلى انقلاب سيارتها لوجود عاصفة ترابية، بينما ذكر آخرون أن مواشي اعترضت سيارتها. عزز هذا الاختلاف القناعة بعدم دراية المصادر بالأسباب الحقيقية للحادث. ترك عدم الاتفاق على مكان الحادث واسم المستشفى أكثر من دليل على أن شيئا ظل تأتيه. أحجم كثيرون على الخليط عمله. خلف اختلاف الشهود بشأن الفترة التي قضتها في المستشفى قبيل وفاتها أكثر من شك على مصداقية من ادعوا زيارتها. عزز هذا الشك أن شيئا